بما يتعلق برفع جديد للكهرباء والماء أيضا، هذا خط أحمر لن يمرره مجلس النواب، وإذا مرره مجلس النواب أعتقد أنها ستكون قضية صعبة له. أنا بعتقد لا مي ولا كهرباء على إيش؟ الكهرباء روحوا جيبوا، إحنا قاعدين ننتج 5000 ميجا وات كهرباء، نستهلك منها أقل من نصفها. قاعدين بيدفعوا ثمن نصف الكهرباء المولدة بالأردن ولا نستخدمها. روحوا بيعوا للعراق، روحوا بيعوا للسوريين، روحوا بيعوا للفلسطينيين. أنتوا لازم تبلشوا بهذه القضية. أيضا في فاتورة الكهرباء عليها البند فرق المحروقات، هذه جباية وسرقة في وضح النهار، بلشتها حكومة عبد الله نصور والملقي وهذه الحكومة.